مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء المتعة. شخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن المتعة في هذا الشهر. إذا كنت ما حطيت النية ما بقي لي يومين نخلص الشهر، بس عادي، معك وقت، دائما هناك وقت. أوكي، إذا ما حطيت النية حط النية، وإذا ما حطيت خلفية الجوال الممتعة أوكي حط خلفية الجوال. وبرضو إذا ما شفت الفيلم شوف الفيلم، وأحضر المناقشة على اليوتيوب. وبرضو عندنا 8 مواد موجودة على الموقع سمية369.net، راح تغلق خلال يومين أو بعد يومين، أو خلينا نقول بعد بكرة، مفروض كذا. طيب، إذا حطيت النية وحسيت إنه جتك رسالة إنك أنت تفهم أكثر أو تتعلم أكثر أو تعمق المتعة في حياتك أكثر، أو حسيت إنك لما اخترت المتعة ما جت المتعة، لما حطيت نية المتعة ما جت المتعة، ما عرفت لها، ما قدرت توصل لها، معناها أحتاج أتعلم، أتدرب، أفهم أكثر في الموضوع، أتعمق أكثر في الموضوع. فممكن تحضر طاقة المتعة، برنامج يعني كذا يبرمجك على قصة المتعة. ممكن غراب الأسود عشان تكتشف إيش غرابك الأسود، وهذا مهم في الحياة، لأن هذا يخدمك في الجذب، في الاستحقاق، يخدمك في المتعة، يخدمك في كثير أشياء، وقد يخدمك في احتمال أفضل، يعني ممكن يكون احتمال أفضل، أو من خلاله أنت يعني تقدر تكتشف شيء من غرابك الأسود يطلع لك فلوس مثلا. طبعا مو كل الناس غرابهم الأسود هو احتمالهم الأفضل، بس فيه يتقاطعون مرات. وبرضو عندنا الدهشة، هذا شعور مهم لأي شخص يبغى يتغير، لأي شخص في طريق التغيير لازم يعرف الدهشة، هذه الجرس اللي يقول لك في تغيير، في طلعة، في توسع، في شيء جديد. Thank you رثانة. الغراب الأسود هو نفس الفيل الأبيض، خلنا أقول إذا صح التسمية هو النقيض. الفيل الأبيض العقدة اللي أنت جاي تحلها في هذه الحياة، الكارما اللي أنت جاي تفكها، والغراب الأسود هي المكافأة اللي جاي أنت تعيشها كذا، يعني هذه قمة قمة وهذه قعقع، أو هذه قمة الحرية الغراب الأسود، أو قمة الوسع، والفيل الأبيض قمة العقدة وقمة الضغط وقمة التعقيد كذا. حتى أنت أصلا هنا كأنك شخص وهنا كأنك شخص ثاني، يعني في الفيل الأبيض لما تتعامل مع الموضوع كأنك بيبي مرة يعني، شعورك وأفكار طريقتك مرة يعني متخلفة، كلنا كذا تتعامل مع الفيل الأبيض بطريقة مرة بدائية لأن ما تطورنا فيه. والغراب الأسود نتعامل معه بطريقة مرة متطورة، يعني كأنها نسخة متطورة مننا تتعامل مع هذا الموضوع، عشان كذا هو يعتبر ترى بوابة، أو يعتبر داونلود، يعتبر بوابة انك انت تدخل لمكان اخر. طيب، وعندنا برضو شكلنا، عندنا اسرار النشوة، عندنا الايجابية، عندنا الفرح، عندنا وعي الضحك. اليوم نبغى نتكلم عن المتعة المتأخرة. غطينا بعض الموضوع او جزء منه في موضوع البرنامج اللي يعيش الانسان ومتورط فيه، اللي هو برنامج العصا والجزرة، وكيف انه احنا تبرمجنا. بس اليوم بتكلم عن جزئية قصيرة لكن مهمة في موضوع تأخير المتعة والمتعة المتأخرة، وبعدها بناخذ أسئلة. أذكركم عندنا دايزي مفتوحة برضو لمدة يومين، راح تغلق خصوصا المتزوجات حديثا، اللي تزوجت واكتشفت انه البطيخة يعني ما هي حمراء ها؟ ما بقول بيضة، بقول ما هي حمراء بالقدر الكافي، اكتشفت ان الموضوع غير اصعب مما تصور او اعقد او كذا. فاعتقد انه هذه ماده كثير ممتازه تساعدك في هذه المرحله. طيب، المتعه المتاخره. اول شيء ابغى اقول لك انه احنا عندنا برنامج كلنا عالقين فيه، اللي هو برنامج الثواب والعقاب، وعندنا ازمه تاخير
المتعة وتكلمنا عنها قبل. فيه أيضا قصة أخرى مرتبطة بتأخير المتعة والمتعة المتأخرة، وهي موضوع يعني قصة مرتبطة مرات بشعور العار. يعني مثلا أنا أبغى أستمتع بهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع حاليا عار، عيب أستمتع فيه حاليا، عيب. طب شو الحل؟ الحل أنه أنا أقوم أأخر المتعة، أقول أوكي خلاص لما فلان وفلانة يشوفونه ما هو عيب، لما تتغير وجهة نظر المجموعة تجاه الشيء ويصير ما هو عيب، ذاك الوقت أنا أقدر إني أسوي هذا الشيء. نقول مثال، مثلا خلنا نقول سيدة تريد أن تتزوج، تبغى تستمتع بالقصة، أوكي. بعدين عندها ولد مراهق، المراهق هذا يقول لا عيب يحس انه يعني بتفشل، ما ادري قدام مين، ما ادري قدام نفسه، ما ادري قدام اصدقاء في المدرسة، المهم عنده عقدة معينة فيحس انه عيب ان امه تتزوج. هو فرحة مراهقة ونداء الاثير يمكن كذا ومتلخبط. وهي وش سلوكها وش تصرفها؟ هي قررت انها تأخر الزواج، مو لأن طفلها يحتاجها، أفهم هذا الشعور لما هي كأم ناضجة تقول والله أطفالي يحتاجوني فخلني ما أتزوج الآن، أو أطفالي يعني متعلقين فيني أو أيا كان سبب، لا هي هو في 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 مرحلة تعبانة من حياته، وبالتالي قرر إن هو مو مناسب للموضوع مشاعريا ويشعر بالعار فقالها لا. هي يعني بكل بساطة للأسف قررت أنها تأخر هذا الموضوع وتأخر هذه المتعة، فقالت خلاص لما يكبر ويعقل ويعدي نداء الأثير التعبان هذا أوكي ذاك الوقت أنا أقدر أني أنا أتزوج. طيب السؤال الآن، هي انتظرت لما ولدها وصل 30 وعقل أوكي للمدري، ننتظر نداء الروح يعني وصل 30 وصار الحين صار رجل عاقل ناضج وكذا ويفهم احتياجاتها ويفهم انها تبغى تستمتع ويفهم فقال ايه اوكي خلاص تزوجي. الان السؤال، هل هي بتتزوج؟ هل هي اللي كان طق الباب وكانت هي تحس انه يعني كذا قلبها دق يعني انها تبغى هذاك الشخص، هل ما زال يطق الباب؟ هل ما زال ينتظر؟ هل القصة هي نفسها؟ هل شعورها هي نفسها يعني؟ أو بتعيش شعور أنه أوه واو راحت علي، أوه واو ما عاد أحس أنه الزواج هو متعة حاليا، يمكن الحين خلاص هي تطلب متعة ثانية أو متعة أخرى، يمكن الحين تبغى تسافر، تبغى تعيش قصة روحانية، ما ندري يعني وش وضعها أيا كان. فهذا نموذج من نماذج تأخير المتعة المتأخرة، لما شعور العار يضغط عليك ويخليك تأخر المتعة. ذلك أبغى أقول لك اليوم، لما تشعر أنه المتعة مرتبطة بالعار لا تؤخر، نظف العار أوكي، ما هو لغز ما هو لغز، ما يحتاج أنك تدف الموضوع 20 سنة قدام ولا 10 سنوات قدام، ولا تنتظر لما الناس يقتنعون ولما العائلة يقتنعون، نظف العار، لأنك أنت متقبل للقصة أيضا، نظف العار، أنت جزء من الدائرة اللي حولك، هذا انعكاسك، نظف العار. بمعنى أنه هذه الأم لو ما كان ابنها اللي يشعر بالعار قدر يحسسها بالعار كان قالت لا ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، وقدرت أنها تقنع ابنها أو تغير شعوره، لكنها هي لأن عندها شوية من هذا الموضوع، عندها شوية شعور عار أنها هي تتزوج، هذا اللي صار. فلما تشعر بالعار تجاه المتعة نظف العار، لا تسوي بوش للموضوع أوكي. طيب أيضا قصة أخرى في
المتعة المتأخرة. مرات إحنا ما عندنا إمكانية للمتعة، أوكي؟ يعني مثلاً أبغى أسافر، أبغى أشتري شنطة الشنيل، أحس إن هذه هي المتعة يعني حالياً. أبغى سيارة فيراري الآن، أحسها مرة ممتعة. أبغى أسافر، أبغى أروح سويسرا، أبغى بس كم تكلف؟ أوه ما عندي، لا ما عندي، ما عندي، ما م- م- ما عندي، ما أقدر مادياً، ما أقدر. تالي الموضوع ما أقدر عليه، لا أستطيع. أو ممكن أنا ما أستطيع، مو شرط فلوس، ما أستطيع إنه أنا مثلاً جسمي ما أستطيع، مثلاً أنا أمر مرحلة مرض، ما أقدر إني أنا أستمتع في شيء معين، ما أقدر إني أستمتع إني أسافر، ما أقدر لأني مريض حالياً، ما أقدر إني مثلاً أسوي شيء معين لأني متعطل حالياً في قصة مرضية مثلاً. فإيش اللي يصير غالبية الناس؟ وش يصير؟ وش يسوون؟ يسوون أيضاً تأخير المتعة، يعني يقولك خلاص لما يصير عندي فلوس بشتري الفراري الحمراء، لما تجيني الفلوس بروح لسويسرا، بروح أتمشى، بروح أتمشى في سويسرا، أوكي؟ لم وبعد أقول لك واحد الأشياء تعجبنا ولا ما تعجبنا، لما يصير عندي فلوس بتزوج الثانية، أوكي؟ لما يصير عندي فلوس بتزوج الثانية، ويلا ارمي ثانك يو روثانا، ارمي على حائط المستقبل، حط وبعدين بعدين لما تصير صحتي جيدة، لما يصير عندي فلوس، لما أطلع من المشكلة اللي أنا فيها، أنا الآن وسط مشكلة وكذا وما أقدر أحقق متعة، لما أخلص المشكلة، لما وارمي في المستقبل. وين المشكلة؟ صار عنده فلوس يسافر. أنا خلني أشرح لك، أعطيني فرصة. أوكي الآن جاء المستقبل، جاء المستقبل اللي هو يعني حاطين كل الآمال والأحلام، جاء المستقبل. طيب وأنا كنت حاطة في المستقبل أني أنا راح أسافر لي خلنا نقول الدولة الفلانية أو المكان الفلاني، لأنه في الوقت اللي أنا قررت فيه أنه أنا أبغى أستمتع بهذه الدولة أو المكان، كانت هي الهبة، وكانت هي منظر المناظر الجميلة، وكانت هي القصة الرائعة وكذا وكذا، وكانوا كل الشباب معهم الفيراري الحمراء، وكانوا كل البنات معهم شنطة شنيل. والأزمان تتغير، والأوقات تتغير، ونسختك تتغير. فلما جاء المستقبل اللي هو المستقبل، ولأنه أنا مو بالضرورة أبغى نفس المتع، أو غالباً أنت لا تريد نفس المتع، لكن لأنك أنت سويت لها برنامج تقوم تسوي نفس المتع، يقوم يتزوج الزوجة الثانية بعد يمكن في النداء الثاني للروح، وهي تقوم تشتري الشنطة وتشتري السيارة وتروح لسويسرا وبعدين تكتشف أنه ما حققت المتعة، ما صارت، ما اشتغل الموضوع، ما اشتغل، ما تحققت. يعني مثلا هل معقول مثلا خاطرك في فستان، الفستان نزل هذه السنة، تقول أوه واو الله هذا الفستان خطير، والله أنا راح أستمتع فيه، خاطري في هذا الفستان، خلص لما يصير عندي فلوس، لما أكون مقتدرة بشتري هذا الفستان. متى صارت مقتدرة؟ بعد 10 سنوات. هل هذا الفستان صالح؟ يمكن إيه، بس غالباً أنت شخصية غير، الزمن غير، التطور البشري غير، تقريباً الفستان فقد الوهج اللي كان تحسين فيه أول وأنت تبغين تقتنينه وتوصلين له. إيش الحل الآن؟ الحل في مثل هذه الحالة، المتعة اللي ما تقدر توصل لها الآن ديليت، لا تعلقها في حائط المستقبل. متعة ما تقدر تحصلها الآن ديليت. أنا إيش أقدر أسوي الآن؟ بس نقطة، بس أي شيء مستقبلا وفقا لشخصية المستقبل،
وفقا لنسخة المستقبل. ما المفروض اني اورط نفسي في برنامج بعدين يجي المستقبل وتلقاني رايح للديرة كانت هبة في السبعينات. ليه؟ لانه كنت اتمناها انا في ذاك الزمن، واشتري شيء واو قديم واسوي اشياء واصلا ما هي نسختي، بغض النظر انها مناسبة للمجتمع ولا كانت هبة ما هي نسختي، كانت ناسبتني في ظروف معينة في وقت معين بتفكير معين بشعور معين، بس لما تغير شعوري ما عادت تناسبني هذه المتعة. لذلك المتعة اللي موجودة حاليا هي المهمة، متعة ما تقدر توصل لها ماديا أو جسديا أو لأي سبب من الأسباب وعندك مشاكل ومشغول في مشاكل، ما هي مهمة هذه المتعة ولا تفكر فيها ولا تحطها في حائط المستقبل. وإن شاء الله بعدين في الخريف ندخل الموضوع المستقبل، تنظيف المستقبل. قل خلاص يمكن في ذلك لما يجي في بالك، يمكن في ذلك الزمن لما يكون معي فلوس بتكون في شنطة أحلى وأجمل وأروع وأستمتع فيها أكثر. لا تدخل في برنامجك أي متع مستقبلية وتتورط في القصة. طيب خلونا نأخذ أسئلة. أوريدي عندنا 58 ألف لايك. Thank you. شكرا جزيلا. هديل حبيبتي تقول أنا أحس أني راح أستمتع لما يتحقق كذا شغلة وأعيش بهيك اللحظة، هل هذا شيء يأخر تجلي الشيء؟ قصدك أنك أنت لما مثلا يجي الثراء راح تستمتعين، يعني أنه المتعة بعد تحقيق الهدف، أو قصدك أنه أنا ما راح أكل الشوكولت اللي حطيته في الثلاجة، ما راح أخذه، ما راح أسمح لنفسي أني أكل الشوكولت حقي إلا لما أخلص الواجب. هذه كلها ترى ورطات، كل اثنين. أنا لن أسمح لنفسي بالسعادة إلا لما أتزوج، هذه ورطة. لن أسمح لنفسي بالاستمتاع إلا لما يكون عندي ثراء، هذه ورطة. فبالتالي أنا عندي هدف، لازم يجي الهدف عشان أضبط شعوري. أنت تشترط أنك ما تضبط شعورك إلا لما يجي الهدف، والهدف واقف في الزاوية الثانية، أنت في زاوية تقول تعال عشان أضبط مشاعري، هو يقولك أضبط مشاعرك عشان أجي. تخيل أنتم كل واحد قاعد في زاوية كذا، الهدف هناك وأنت هناك، وأنت تقول تعال والله لأضبط مشاعري، تعال بس أنت تعال شوف، جربني تعال وشوف، والله يصير جسد المشاعر أقوى جسد في بين البشر، والله يصير جسد المشاعر ممتاز. هو قاعد هناك يقولك ما راح أجي، ضبط مشاعرك بعدين أجي، وأنت تقول تعال بعدين، وهكذا جدال عقيم، ما راح يجي لما تضبط مشاعرك. فبالتالي المتعة تخدمك انها تحضر لك هذه الاهداف، المتعة تخدمك. اما القصة الثانية وهذه الورطة اللي تكلمت عنها، تقدرين ترجعين لبث سويناه عن هذا الموضوع، وبرضو شرحته في الغراب الاسود، شرحت الازمة اللي احنا كلنا غالبية البشر، يعني ما اقدر اقول 100% بس يمكن 99.99%، يعني تقريبا كلنا عشنا في هذه القصة اللي هي برنامج العصا والجزرة وبرنامج الثواب والعقاب. وهذا موضوع كبير 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 صراحة، مرة كبير. يعني أنا ما أعتبر نفسي وصلت حتى حدود هذا الموضوع. يعني يمكن اللي حل الموضوع يكسر كل البرنامج، بس إحنا فعلا متورطين في القصة. لذلك أنا اقترحت بعض الاقتراحات في والتطبيقات في الغراب الأسود، في طاقة المتعة وفي اللعبة، كلها تساعدك على أنك أنت تكسر شوية، قد ما تستطيع تكسر كل البرنامج لكن على الأقل تخفف من القصة. على الأقل أنا اقترح عليك أنك أنت تحضرين الغراب الأسود، راح يساعدك كثير. روان حبيبتي تقول أنا نويت المتعة ومن يومها وأنا معصبة وفي مشاكل دائما، إيش القصة؟ القصة أنه الغضب لا يسمح لك بالولوج لمستويات عالية من الشعور. عادي، إحنا دائما لما نحط نية في شعور معين راح يطلع لك، يمكن أنت لما تحطين نية ثانية بيطلع لك شعور آخر، يعني يمكن لو حطيت الثراء بيطلع لك الخوف، حطيت المتعة طلع لك الغضب. الآن دورك أنك تنظفين الغضب لأنه هو الحاجز اللي قاعد يمنعك أنك تطلعين فوق. طبعا يختلفون الناس، كل واحد عنده يعني قصة.
هل عندما نؤخر المتعة تصبح النشوة أقل؟ روان حبيبتي I love you. أنا أقول إنه في احتمال فوق 60% إنه أصلاً ما تكون هذه متعتك. يعني مثلاً خلنا نقول الآن أنا أقول إنه أوه أنا بستمتع مثلاً بالفراري الحمراء الآن لأنه هذه عقليتي، هذا تفكيري، هذا مستواي، هذه طريقتي. ما شريتها، ما أخذتها، بعدين حطيتها علقتها في حائط المستقبل، بعدين بعد 5 سنوات رحت بسبب البرنامج، لأنه في برنامج تعرفون البرامج تشتغل مرات بلا وعي طول الوقت، هي تشتغل بلا وعي، فرحت وشريتها وأقول عندي فرحة بس ما حسيت بالشعور هذا. فأنا أقول يعني غالبا 60% أنه أنت نسخة أخرى ولن تستمتع أصلا بالقصة هذه، يعني تكون تضيع وقت، تضيع مال، تضيع جهد، تضيع طاقة على الفاضي، هدر. وهذا هو البرنامج لما يكون يشتغل بدون وعي، هو عبارة عن هدر، انك انت تهدر الموارد اللي عندك. ألا حبيبتي تقول ما هي المشاعر اللي لو طورناها لزادت متعتنا وتطورت وتجددت؟ برضو ارجع اقول يختلف ايش الشعور اللي يحتاج تنظيف وايش الشعور اللي يحتاج تطوير، يختلف من شخص لآخر، لكن كل المشاعر لو تنظفت بتوصل لشيء في المتعة، كل المشاعر لو الإيجابية لو تطورت بتوصل شيء في المتعة، لكن الناس تختلف. في شخص الغضب هو اللي قاعد يمنع المتعة، في شخص العار هو اللي قاعد يمنع المتعة، في شخص اليأس هو اللي قاعد يمنع المتعة، في شخص لا هو يحتاج يطور القبول عشان يستمتع، في شخص هو يحتاج يطور الشجاعة عشان يستمتع. فيختلف البرامج، تختلف والمشاعر تختلف والنماذج تختلف. سارة حبيبتي تقول حققت كل شيء أتمناه من سنوات في سنة واحدة وحسيت بالمتعة ووصلت القمة وفجأة خسرت كل شيء بلحظة وصحتي بعد، إيش السبب؟ أكيد الصحة تاليا، يعني خلينا نقول تساقطت الأجساد وبعدين طاح الجسد المادي. ايش السبب؟ اول شيء قد تكون القصة فيها تدمير ذاتي، وقد تكون نهاية دورة وبداية دورة جديدة، وهنا يعتمد على ردة فعلك تجاه القصة. لما تكون ردة فعلك ايجابية تجاه القصة وانت قادرة تتماسكين وقادرة تشوفين انه انت في اطار اغلاق ملفات قديمة او قصة منتهية وبداية قصة جديدة، يعني شعورك بيقول لك انه هي قصة تدمير ولا هي بداية جديدة. وطبعا سبق اني قلت لكم انه مرات وقت التغيير بسبب انه مربك ومختلف، لانه انت لما تروح من هنا لهنا بيكون في ربكة، او من الخط السريع هذا الخط السريع هذا اكيد بتوقف تاخذ على جنب تسوي اكزيت، يعني ما هو شيء اللي انت تعرفه، ما هو شيء اللي انت متعود عليه. فايضا التغيير مرات يكون فيه كأنه شيء سلبي، بس يعتمد برضو على شعورك. اذا شعورك جيد فمعناها انت في قصة تغيير حتى لو المواقف سلبية، حتى لو المواقف سلبية لكن شعورك إيجابي معناها أنت رايح للتغيير، رايح للتغيير. فالسؤال الآن، هل أنت دمرتي القصة بسبب أنها كان في مشكلة كارما، بسبب أنه أنت لخبطتي في النتائج لما حصلتي هذه النتائج، وبعدين لما وصلتي قمة المتعة وكذا وش صار، وش سويتي؟ في أشياء، في تبعات لقمة المتعة تكلمت عنها في الغراب الأسود. لما تحصل على قمة المتعة وش المفروض تسوي؟ وش المفروض تسوي؟ في ناس يوصلون قمة المتعة بعدين فحطون هناك، يتورطون، ما يقدرون يستمتعون بالموجود، يفقدون الموجود. فهذه هي الاحتمالات. تقول أنا حياتي مدحدرة بس مبسوطة. مبسوطة وانتي واعية ولا مبسوطة لأنه انتي منتي عارفة وش قاعد يصير؟ طيب 98,000 لايك، ثانك يو. ناخذ اسئله من التيك توك. صايره خوافه، خذي جلسه الخوف.
لو ارتبطت المتعة بالخوف إيه معناها أنت خوافة، معناها أنت خوافة، معناها أنت تبغين الشيء اللي زي ما نقول على الحد، تستمتعين بالخط الأحمر. فأنت عندك خوف ومحتاجة تنظفين الخوف. تقولك بعد الصحوة صرت منفسة، هذه ما هي صحوة. Thank you F، هذه ما هي صحوة يا ماما، يعني معلش بعد الصحوة صرت منفسة مش دعوة. طيب الزوج المدمن، سعادتي بزوجي، طيب يا جماعة في أسئلة عن المتعة؟ أخذ الحزن مع الغراب الأسود، أي يشتغلون، يمشي يمشي. شعرت بالغضب الشديد بعد النية، جود، نظفي الغضب. هل الركض والسعي يأتي بمتعة الوصول؟ عموما انت اي هدف تبغى توصل له محتاج السعي، محتاج انك تسعى، محتاج انك تستخدم هذا القانون. بس الكلام انه لا يعني انه انت تسعى انك انت ما تستمتع، لا يعني انه انت تاخذ الطريق كأنه السعي لا يحتمل المتعة. السعي اوريدي هو قانون صعب ومؤلم، وهو من الاشياء اللي صراحة مزعجة في الحياة. بس ما المفروض انك انت تاخذ الحالة كذا، المفروض انك انت تلطف طريق السعي بانه يكون ممتع، يكون في سعادة، في جمال، لانه بعد لما توصل هناك انت ما تدري تكون انت في المكان المناسب ولا مش في المكان المناسب، كنت مأخر السعادة وكنت مأخر كذا وكنت يعني، وهل كان هذا الهدف صحيح ولا لا. لما توصل ما تبغى تصير من الناس اللي يوصلون يقولون اوه واو يا خسارة الوقت ويا خسارة الهدف، على الاقل الطريق كان ممتع. اخذ الغراب الاسود وانا ماشيه في تنظيف الخوف اليوم الخامس، اي 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 ما في مانع. دكتوره اسراء حبيبتي تقول احس ماكو اي شيء ممتع بالحياه، ليش هذا الشعور؟ غالبا غالبا طبعا ممكن يكون في اسباب اخرى، بس بقول لك الغالب انه الاشخاص لما تغلق عليهم، لما يغلق عليهم الكاركتر، يعني لما النسخه تقفل خلاص، هذا اقصى شيء عندها النسخه، ما عندها شيء اخر، بالتالي يكون كل شيء ممل، فلازم النسخة تتغير أو تتوسع. ممكن تقول هذا أقصى شيء أنا أوصل له، يقول خلاص معناه النسخة لازم تتغير، لازم تتغير. هبة حبيبتي تقول لي إيش بعد أي متعة أشعر بالحزن والذنب؟ معاقبة، تعاقبين نفسك، عملية عقاب موجودة في اللاوعي، برنامج، ما دام أنا استمتعت اجلدها هذه اللي استمتعت، لا تستحق المتعة. فبرنامج أو أدخل نفسي حالة حزن. فمحتاجة تنظفين التأنيب بالدرجة الأولى، لازم تنظفين التأنيب. هبة حبيبتي ترى يشتغل على مستوى أكبر، بس أنتي منتي عارفة، أهداف لا تحققينها، جذب لا تجذبين، تفوتين أشياء، ناس أقل منك يوصلون تقولين أوه ماي جاد أنا أشطر منها، أنا درجتي أعلى، ليش اختاروها؟ انتي معاقبة، انتي في قصة عقاب. تأنيب الضمير يجي بعد كل متعة، نفس الشيء. صديقتي تقول، جيجي تقول شنو سبب اذا ما اكل ابكي، اضطر اكل وسمنت. اوكي خلنا نقول مثلا جا وقت الغداء ما ابغى اكل لانه انا سمينة، فاقعد اصيح لأنه أنا أتألم. طبعاً أنت مو ميتة من الجوع صح؟ أكيد أنك مفطرة أو على الأقل متعشية من أمس، فمعناها الموضوع أنت جسدياً أنت مو في حالة طوارئ. بس في هالطريقة لازم تفهمين أنه أنت مشاعرياً في حالة طوارئ، أنت مشاعرياً في حالة طوارئ. بعدين تأكلين، بعدين تسمنين، بعدين تقول طبعاً وش يسوي؟ وش يسوي؟
إذا ما أكلت دخلت في حالة بكاء، في حالة خطر مشاعري، وإذا أكلت سمنت. أبغى أقول لك Thank you, Jazz. أبغى أقول لك إنه حالة الطوارئ المشاعرية هذه وهم، ما يعني إنها مو موجودة، المشاعر موجودة بس تحتاج إلى حل، وهذه صدمة، وغالبا هي من الطفولة، وقد تكون من وراها، بس غالبا هي من الطفولة. معناها أنت مرتبط عندك عدم الأكل بقصة مخيفة. عدم الأكل يثير الرعب بالنسبة لك، مخيف. عدم الأكل مخيف بالنسبة لك، حالة طوارئ، قد تعني الموت، قد تعني المجهول، قد تعني العقاب، قد تكون أمك قالت لك كولي ولا بجلدك، إذا ما أكلتي بتنجلدين. فأنت ما تذكرين القصة ممكن، فأنت تقولين أنا باكل عشان ما أنجلد، وأنت صغيرة باكل عشان ما أنجلد، بعدين كبرتي وما عاد تذكرين السالفة، فالآن شعورك الطفولي هذا يقولك كولي ولا ترى بتصيحين. ترى الموضوع مرة موحش مشاعريا، حالة طوارئ مشاعرية، أو أنه أنت ما أكلتي وأنت صغيرة وجعتي وتألمتي وقعدتي تصيحين، فعرفتي أنه في كل مرة أنت ما تأكلين أو انحرمتي من الأكل، قد يكون مثلا في حالة فقر في العائلة أو في حالة جوع أو اقتصاد كان تعبان فكانوا الناس جوعانين أيا كان، فما أكلتي وصحتي أنه أنت كنتي متألمة، فصار عندك لما كبرتي شوية أو تشوفين الأكل تقولين خلني أكل، لا تجي حالة الطوارئ. فلما يجي الأكل خلني أكل، خلني أخزن، خلني بسرعة أكل، الغداء لازم أكل، العشاء لازم أكل، ناس ناك لازم أكل، لازم أكل. إذا ما أكلت بتصير حالة طوارئ، بموت، بنموت من الجوع، ما أقدر. فالقصة تحكي حالة طوارئ مشاعرية تحتاج إلى تنظيف، لازم هذا طفولتك، الوعي الطفولي، نظف القصة. مثلا صديقتي تقول مثلا أريد أشتري سيارة من أتوظف، هل تعتبر متعة متأخرة؟ إيه، يعني أنت تناقشين قصة ما هو وقتها، ما هو وقت. مثلا أنت الآن في الجامعة ولا انخطبتي حتى، تفكرين تقولين إذا تزوجت أسوي حفل ولا ما أسوي حفل، مو وقتها، مو وقت الفكرة هذه ولا وقت مناقشتها، مو وقت المناقشة. لما تتوظفين ذاك الوقت تحطين ملفات الوظيفة والقصة المادية المرتبطة بالوظيفة على الطاولة. Thank you غيث. صديقتي تقول سافرت ونويت المتعة خلال هذه السفرة وما حصلت على المتعة، حصلت مشاكل كثيرة ورجعت ولا كأني مسافرة. طيب هنا بعد سؤال، إنه هل فعلا هو السفر هو متعة بالنسبة لك؟ هذه القصة، إنه أنت المفروض المرة الجاية لما تفكرين تستمتعين تفكري في أشياء ثانية غير السفر. حلو يعبر عن المخاوف، يقول أنا في قصة خوف وخايف من الخوف وراح أشتري كورس خوف وخايف ما ينفع معي. عندي قائمة كثيرة من الخوف. والله أنت شاطر في التعبير، يعني إذا شرى مادة الخوف هو خايف إنه هو ما يستفيد من المادة، تعبير قوي قوي. زين أنت ما خفت مني بعد، ولا يعني يمكن هذه بعد ما انكتبت في التعبير، عادي طبيعي طبيعي، يعني الخوافين هم آخر ناس ممكن، على أنهم هم يعني ممكن يتغيرون، ممكن حياتهم تكون فعلا جيدة، بس الخوافين يخافون أنهم هم حتى يعني يخافون من الخوف ويخافون من أي شخص ممكن يساعدهم، يخافون من المساعدين، يخافون من طاقة الحب. تخيل تخيل تخيل، يعني مثلا الخواف إذا عنده شخصين في الحياة، واحد يحبه مرة يعني فعلا طاقة حب، واحد طاقة خوف وكارمة خوف، تدرون إنه ينجذب لطاقة الخوف كارمة خوف، يحسن هذاك حريص حذر وهذاك محب، لا ما عنده سالفة. فيش ك-
كذا يعني نظارة سودة ترى تنقلب الدنيا، يشوفون إن هذاك العلاقة الكارمية اللي فيها خوف، يشوفون إن هذاك هو المحب، لا يحميني، لا خايف علي، لا حذر، لا مد. وهذاك اللي يعني الدنيا معاه خضراء، لا لا هذاك مو مهتم، مو مهتم، مو حريص، مو حذر، مو خايف علي، مو غيران. حوسة حوسة مرة، حوسة الخوف مرة. وتلقاهم ترى يتابعونا طول الوقت، أقول يا جماعة جلسة الخوف احضروا وتحركوا، مش قصدها، شكلها بتسوي لنا غسيل دماغ، شكلها أوه واو. واحدة بعد قالت إنها شرت المادة وخايفة تفتحها. يعني لهالدرجة. فأنا أقول مثلا خلينا نقول مثلا، يعني مثلا كم تدفع عشان هذه المادة؟ والله نسيت كم سعرها، 200 أو 100 ما أدري. لنفترض جدلا إن هذه المادة ما فادتك، نفترض طبعا مستحيل إنها ما تكون سوت لك شيء، يعني ولو طبقة من الطبقات، نفترض إنها ما فادتك، وش الخسارة؟ وش الخسارة؟ وش المخيف في الموضوع؟ وش المخيف؟ يعني أنا يوم من الأيام كان الخوف يقودني، كنت أقول أبغى أسوي أي شيء، يا أنا يا أنت الخوف. وصلت مرحلة إنه خلاص خلاص الحياة ما راح تضبط إلا لما أتحرر من هذا الخوف، خلاص بسوي أي شيء، أي شيء ما عاد يهمني وش هالشيء، يصلح المين ما يصلح المين، يناسب المين ما يناسب المين، ما أي أحد يقول شيء هذا يساعد على موضوع الخوف بروح بسوي بفعل. سويت كثير أشياء مجنونة عشان هذا الموضوع، بس في النهاية تحررت. هل في أشياء كانت ما تسوى سعرها أو ما تسوى راحتها؟ مرات تروح البلد ولا تروح المكان ولا تبذل مال وجهد وطاقة ووقت وكذا، هل في أشياء قضيت عليها أشهر ما استفدت منها؟ نعم. هل في أشياء دفعت عليها فلوس ما استفدت منها؟ نعم. هل في أشياء قضيت عليها وقت وجهد ومال؟ كثير أشياء، ما أقول إني صفر ما استفدت منها، يعني خلنا نقول ما هي التصورات زي الشيء اللي أنا تصورته. لكن أنت لما تتعامل مع الكون بهذه الطريقة وتقول أنا أقول لك بخلص الموضوع، بخلص الملف هذا، ما في، جيب لي آخرك يا عمي، بخلص الملف، بخلص الملف، ليس على الكون إلا أن يستجيب. أوكي، مخلص الملف، مخلص الملف. عشان كذا يعني، وتصور بس كيف ممكن راح تكون حياتك مختلفة لما تخلص هذا الملف، كيف الخيارات اللي ممكن تفتح في هذه الحياة، كيف الأبواب، كيف الفرص، شيء شيء. يعني الحياة قبل الخوف شيء وبعد الخوف شيء ثاني تماما. الله يقويك، الله يقويك، إن شاء الله تتشجع أنك أنت تحضر هذه المادة. بعدين على فكرة ترى الطرق الخاطئة تعلمك على الطرق الصحيحة، يعني لما أنت تجرب شيء وتعرف أنه ما يشتغل تقول أوكي عرفت أنه ما يشتغل نكمل، بس لما تصير واقف كذا تقول وش الطريق الصحيح اللي يشتغل، ما راح تعرف، طبعا ما راح تعرف. وحتى لو سألت الناس، الناس عندهم وجهات نظر، يعني ممكن تقول شخص اشتغل معاك هذه الطريقة يقولك إيه تجرب ما يشتغل، أو العكس يقولك لا والله ما اشتغل، بس أنت يشتغل معاك تمام. فبرضو الناس يختلفون. ليدي حبيبتي تقول مقبلة على مرحلة جديدة، دراسة بعيد عن بيتي، عندي شعور راح أستمتع لأن المكان إيجابي بالنسبة لي. حبيبتي مبروك هذا الانتقال، والله يقويك، وإن شاء الله تستمتعين، إن شاء الله تستمتعين. كيف تتماشى المتعة مع الثراء؟ وهل علاقتها يعني صرف الفلوس بمتعة؟ قصدك انك انت لما تكونين ثرية بتدفعين فلوسك انك انت تستمتعين فيها؟ اكيد. بس على فكرة مثلا شفتي كثير اثرياء فلوسهم جزء يعني كبير من فلوسهم يروح للجهات خيرية، عادي صح؟ شفنا هذا الشيء، روح الجهات خيرية، هو تلقين عنده يعني متعة متعتين هو اللي حاط عليهم فلوس، بس يعني مبالغ بسيطة، يعني يمكن حتى الشخص المتوسط يقدر يدفع عليها. مثلا عنده متعة مثلا مرتبطة بالرياضة، تلقينه مجهز للجيم في البيت مثلا، بس
على أي شخص متوسط يقدر يسويها، أو مثلا عنده متعة مثلا مرتبطة بلعبة معينة، أو مثلا يبغى يشتري دبابة، خلاص هذه متعته، مو أكثر من كذا. فمو بالضرورة أنه الأثرياء لأنه صار عندهم الفلوس تلقينهم كل يوم عندهم شيء يعني مستمتعين فيه عشان الفلوس أو مرتبط بالمال، كل يوم عندهم تجربة قصة يعني جديدة مرتبطة بالمال، لا مو بالضرورة. تلقين شخص يشوف الأثرياء يقول الله لو عندي فلوس مكان سويت وسويت 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 وسويت، يحس انه بيجمع كل المتع بالاموال، بس لما يصير في هذاك الموضع القصة مختلفة تماما. وبرضو انا قلت لك انه لما يتطور الانسان تختلف نوع المتع، والاشياء المادية مع الوقت تقل قيمتها. يعني لما انت ثري الان، ثري الان توك صاير ثري، يعني توك حصلت المليون كذا يطير راسك كذا، تحس الموضوع فاير ووركس ممتع مره مره، بعدين يصير عادي، يصير عادي. وهذا هم الأثرياء، مع الوقت تصير يعني الشعور بانه المال ممتع جدا جدا يصير اقل. صحيح ما زال مهم بس اقل، ما هو بهذا الشعور اللي في البدايه. فما بالك اذا كان مولود وفم ملعقه ذهب. كثير من الاشياء ما يحس انها يعني ممتعه، تحتاج انه هو يعني ما يوصل للمتعة من خلالها، من خلال هذه الماديات. ذلك أنا دائما أقول لما يجي يناير وفي ناس يقولون ها نحط الثراء ما نحط الثراء، أقول إنه أعتبر أنا شخصيا أعتبر إنه الثراء هو طريق أيضا للتطور، تطوير الروح أعتبر. ويمكن في بعض الناس يختلفون معي، بس أنا يعني يقيس على تجربتي إنه الإنسان لما يكون عنده اكتفاء مادي ويشعر كذا بطمأنينة وحالة الأمان المادية ويحس إنه هو عنده نوع من الفرصة في الحياة إنه هو يركز على الجانب الروحاني، بصراحة الشعور غير، الطريق غير. ذلك مرات الإنسان هو أصلاً يتطور بشكل روحاني أسرع لما يكون ثري. أتصور ذلك. وقلت لكم قبل يمكن كتبت تويتر انه تخيل انه الاثرياء يحصلون متعة ودهشات من جلاسهم اللي مش اثرياء. ليه؟ لان مثلا خلنا نقول هذا ثري، اوكي ثري جدا، وعنده واحد جالس معه مو ثري، خلنا نقول متوسط او اقل متوسط، فلما يسوي متعة مادية خلنا نقول يوكل اكل مرة يعني أكل أثرياء، ولا يركب مركبة أثرياء، ولا يودي لليخت، ولا يودي للطيارة الخاصة، ولا يودي كذا أشياء، يعني هذا وش يصير عنده؟ يصير عنده دهشة، يصير مرة مستمتع، مرة مستمتع يصير، لأنه هو فقير أو متوسط. طيب هذا الشعور ينعكس على الغني، لأن هو لو ركب الطيارة الخاصة الحالة هو يعني راكبها 100 مرة، يعني الشعور عادي، كان جميل عادي يعني جيد، إيه جيد، بس عاد مو يعني فايروركس. فهم يستفيدون من طاقة جلاسهم، يستفيدون من أنهم هم يحصلون الدهشات ويشوفون بعيونهم الدهشة اللي تصير، وهذا فيحصل لهم هذا الشعور، يحصلون على الشعور. فهذه برضو طريقة يعني أنه نفس المال بحد ذاته قد ما يحصل له هذه المتعة، بس طرق أخرى يوصلون للمتع، متع طاقية، هذه متع طاقية، متع روحانية مشاعرية. ممكن بعض الأشخاص ترى لما يكونون أثرياء يدخلون خط الروحانية والتدين، يقتربون من الله أكثر، فتتغير متعهم. المهم خليك معانا في يناير عشان تحطين معانا النية ونشتغل على الموضوع ونحفر في القصة. طيب نشوف سؤال من تيك توك، ماذا بعد الصحوة؟ الحين انتي اصحي وبعدين لما تصحين تلقين قدامك اللي بعد الصحوة، بتشوفينه قدامك.
شوفي هو برنامج ماذا بعد ما تنتهي القصة، ماذا بعده؟ طيب واللي بعده؟ طب واللي بعد؟ طب واللي بعده؟ دخلت الجنة. طيب واللي بعده؟ أبدية. طب واللي بعده؟ طب هي أبدية كذا خالدين فيها. طب واللي بعده؟ ما صحيتي كذا. هل ربط نيتين مع بعض صحيح؟ إيه، احنا طول الوقت نربط النوايا أصلاً، يعني النية اللي حطيناها شهري راح ما زالت موجودة بس ما فيها تركيز، يعني اللي إذا كنت ألغيتها فطول الوقت في نوايا مع بعضها، لكن المهم إنك أنت تنتبه للنية اللي تشتغل بلا وعي وأنت ما تبغاها لأنها تخرب عليك، هذا مهم. تقول لك المشروع جاهز ننتظر يناير. الله يا ماما أنتي برافو، الله حمستني على يناير. الحين خلينا نستعد في الخريف وننظف الحوسة اللي عندنا عشان ندخل على يناير مستعدين مستعدين. أبي أرسل قصتي حبيبتي أنتي، أرسليها لخدمة العملاء. قصدك بنستفيد منها؟ أوكي أرسلي. هل المتعة هي قرار منك؟ إذا بدك تستمتع راح تجيك المتعة، وإذا ما بدك ما راح تجي، هو قرار. أوكي خلني أبغى أقول لك، هو قرار بس قرار له تبعات. يعني مثلا تقولين هل إذا قررت أني أنا بدرس، هل إذا قررت أني أنا بطلع مع صحباتي بطلع؟ إيه بس في نفس الوقت في تبعات، يعني مثلا لازم تروحين تلبسين، تسوين الاتفاق، تكلمينهم، ترسلين لهم المكان، تحجزين يمكن في المطعم، بعدين تطلعين. بس البداية قرار؟ نعم البداية قرار، البداية قرار ونية. أن تقول أوكي أنا قررت أني أستمتع وهذه نيتي أني أنا أبغى أستمتع، وبعدين تبدأ تجيك الرسائل. هل أنا أعرف أستمتع؟ السؤال هل أعرف أستمتع؟ يمكن إيه يمكن لا. أعرف يلا انطلقي ابدأ استمتعي، ما أعرف خليني أتعلم خليني أفهم. عندك كل مواد هذا الشهر وعندك اللايفات حقت هذا الشهر. تقولك أعرف واحد ثري ثراء وعنده مشاريع كثيرة، يقول لو أشوف فلوس شوي بوسط البحر أفكر كيف أجيبهم وأقدر أوصل لهم. اي سهل عليه، لان سهل عليه يستمتع باللعبة ويستمتع انه يجيبهم انه يوصلهم، ويستمتع بالقدرة بالامكانية، مو انه هو محتاج الفلوس هذه عشان قصة معينة. بعد الغضب وصلت لي رسالة اني ما اخذ دور المنقذ لعائلتي. لافندر حبيبتي الله يقويك، شريت كتاب لا تقلق. مبروك حبيبتي انتي، كتاب لا تقلق مرة جميل انه انت تقراه في الايام التعبانة يهديك شوية. وبرضو اذا عندك صديق اخ اخت شخص في المستشفى، شخص يمر بضائقة، شخص يمر رايح للطريق المنحدرة، يحس بضيق متلخبطة حياته، ما انقبل في الجامعة زعلان، ما ضبط مشروعه زعلان، حلو انك انت تعطي هذا الكتاب هدية، مرة مرة ممتاز يساعد. طيب Thank you. 180 ألف لايك. تقولك أبغى أوصل لمرحلة الشجاعة. صباح الليل يا ماما. هل عندك تنظيفات بدون مقابل؟ سمايل حبيبتي عندنا البوم الباب الخلفي، إذا ما عندك فلوس أقترح عليك أنك أنت تحضرينه. الباقي كلها بمقابل. في عندي مادة بدون مقابل بس هي تعطى للأشخاص اللي يحضرون المواد، يعني التكميلية اللي هي الموسيقى التحولية اللي فيها الثيتا، هي ضمن يعني اللي يشتري مادة يحصل عليها. بس إذا ما عندك فلوس أبداً تقول لا أنا ما أقدر أدفع، أقول لك احضري البوم الباب الخلفي مجاني.
مسجلة مقطع بصوتي من كتاب لا تقلق حبيبتي انتي. طيب تركت الكراسي المريحة اللي ورا وجلست على الشكوى لله، الشكوى لله يا ماما. انا عندي اصلا صعوبة في الجلسة، يعني ما اقدر اجلس، والكراسي هذه اريح لي بالنسبة من هذه. نعم، هذه الحقيقة المؤلمة. يعني نويت المتعة، كل شيء يتكسر في زجاج، بحالة يجيني حزن وبكي وغضب، بحالة اقول لا بكمل. نطفي الحزن والغضب، اعتقد غضب اكثر، بما ان في تكسير فهو غضب. نطفي الغضب، نطفي الغضب. طيب ناخذ السؤال الخنفشاري يا جماعة ونقفل. بكرة بيكون عندنا، بكرة آخر يوم؟ لا صح، شوف متى بنختم. لا بعد بكرة، بعد بكرة. المواد باقي لها يومين وتقفل. أوكي طيب ناخذ السؤال الخنفشاري ونختم. وين السؤال الخنفشاري؟ صديقتي تقول النوم الزائد مخرب علي المتعة ومو عارفة الحل. أول شيء نقترح عليك أنك أنت تروحين للطبيب وتشيكين على جسدك المادي، وتشوفين وش موضوع النوم الزائد، وش هل ناقصك فيتامينات، هل ناقصك معادن، هل عندك مشكلة في جسدك المادي تتطلب حل. هذا شيء مرتبط بالطبيب والمستشفى. الشيء الثاني انه انت غالبا عندك قصة تهربين منها. اوكي يعني انت مو النوم الزائد مخرب على المتعة، انت عندك شيء اكبر، مو بالنوم، عندك شيء اكبر انت تهربين منه، اصلا تهربين منه، تبغين تهربين من الحياة وتتخدرين وتنامين. فهذه الطريقة اللي عندك اللي تعرفينها عشان تهربين من القصة اللي موجودة في الحياة. عشان كذا هو السؤال ايش هذا الشيء، مو النوم، هو اللي مخرب عليك المتعة في الحياة هو هذاك الشيء، صدمة، شخص، مشكلة، تعيشين في عنق الزجاجة، في قصة معينة هي كثير مزعجة في الواقع، وانتي تروحين تنامين بعدين تقومين وانتي يعني مزاجك تعبان، ويمكن تقومين والعالم المحلات كلها قفلت والناس كلهم ناموا، ويعني يمكن ما تقدرين حتى تفتحين التلفزيون، الصوت عالي في البيت، فكثير أشياء تحسينها صارت محدودة لأنه النوم، بينما هو مو النوم، هو القصة اللي أنت هربتي منها. فحان الوقت أنك أنت تحطين الملف على الطاولة. أعرف أنه صعب، أعرف أنك أنت مطفية اللمبة، بس أنه أنت تقدرين أنك أنت تحطين الملف هذا على الطاولة. وأعرف أنه ملف ثقيل، أعرف أنه ملف يعني مؤلم، وغالبا هو صدمة، وممكن تكونين معانا في الخريف وتنظفين الصدمات وتتجاوزين الموضوع وتنتهي القصة وتعيشين متعة طول عمرك. لا تخلين نفسك، لا تخلين نفسك، هذه مو طريقة ان انت يعني تحترمين قصتك وتحترمين ذاتك وتحترمين التجربة اللي انت عايشة فيها. طيب يا جماعة طولنا عليكم، اللي ما حط النية يحط النية، خلفية الجوال الممتعة، وشوفوا الفيلم واحضروا المناقشة. برضو لا تنسون 8 مواد ودايزي بعد راح تغلق خلال يومين. نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على خير.